السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إبراهيم معاكم، إبراهيم جبر. أول مرة تسمعوا صوت الصوت بتاعي. أنا جوز مطبخ شوشو. المنظر ده أنا أوريكم ده بعد صلاة الفجر على طول، أوريكم كمية المطرة والنطرة اللي كانت نازلة، وبصور لكم من المدينة معانا أصدقائي وأحبابي. أرجو التدعيم وتشجعوني، شجعوني يا جماعة عشان أظهر لكم حاجات جديدة تانية، جديدة كتير 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 كتير. وده منظر المدينة والمطرة بتمطر، تسمع صوت المطرة والناس والأمن كده، تلاقيه واقف على جنب كده، وده العمارة اللي احنا ساكنين فيها. ده كده منظر المدينة. وبعد كده هنزل لكم كمان أوريكم الشارع، وأوريكم مفيش ناس ماشية في الشارع خالص، أهو شايفين كده. وده منظر السماء، شوفوا منظر السماء كده كلها محبقة كده. الكلام ده كله بعد صلاة الفجر، والله يعني بعد صلاة الفجر. بص متداري من المطرة والبرد ازاي، على ايدك اليمين اهو واقف متداري اهو، لانه واقف متداري اهو، الشجرة والجو برد ومفيش حد اهو، العربية كلها واقفة، محدش راح الشغل خالص. ودي اول فريق الامن حاول يهرب، واقف بردان اهو. الامن واقف بردان اهو، صورة الامن واقف بردان، واقف بردان اهو. وشوفوا العربيات كده اهي، الفيديو اللي كان قبل كده اللي كانت النطرة كانت بتنطر جامد، الفيديو ده بعد ما النطرة سكتت شوية كده. وادي الجو، الجو شوفوا الأرض غرقانة بقى مية أهو، مفيش حد ماشي في الشارع نهائي خالص، محدش ماشي في المدينة، كله مكارتن ونايم، كلهم نايمين. وادي منظر السما أهي مغيمة كده، وربنا يستر، ربنا يستر كده ان شاء الله، ربنا يستر نستر، ربنا يستر يا جماعه. وادي كده احنا كده بصوركم انا كده واقف في البيت وبصور لكم المدينه بتاعتنا، المدينه الجميله. شكرا 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 حبايبي، شكرا اصدقائي وحبايبي بشكل جدا 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 على حسن المتابعه بالفيديو، اشكركم على حسن المتابعه. ودي العماره بتاعتنا كده، شفتوا عاملة ازاي؟ صرح 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 كده اهي كده تمام. ودي المدينة كده، والجو مغيم دلوقتي، الجو مغيم. بس في الفيديو اللي قبل كده كانت النطر كانت بتنطر جامد، بس كده اهو. شكرا اصدقائي وحبايبي، شاكرين جدا على حسن المتابعة، نشكركم 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 جميعا.